السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن القاهرة الخديوية أو تاريخ القاهرة ذات الألف مأزنة. القاهرة عاصمة العلم، القاهرة الأزهر الشريف، القاهرة جامعة الأزهر. ما نشاهده الآن هو المتحف المصري بالتحرير، المتحف المصري بالتحرير. بجواره تمثال الشهيد عبد المنعم رياض، وسمي يوم الشهيد بمناسبة استشهاد عبد المنعم رياض على الجبهة المصرية في حرب الاستنزاف. الشهيد عبد المنعم رياض الذي استشهد على الجبهة وسط جنوده. وهذه التحفة المعمارية الرائعة، المتحف المصري بالتحرير. ما زلنا نتحدث عن القاهرة الخديوية وهذه المباني الأثرية الرائعة هنا وهناك. وهذا هو المتحف المصري وميدان عبد المنعم رياض، الشهيد عبد المنعم رياض، وخلفه برج القاهرة أو برج الجزيرة.